السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. حياكم الله. آخر حصيلة لضحايا مخيم اليرموك الذين يموتون جوعا أخي مازن. حقيقة يعني في كل لحظة لدينا شهداء نتيجة الجوع، إن كان في مخيم اليرموك أو الغوطة الغربية أو حتى الغوطة الشرقية. يعني حقيقة اليوم كتائب النظام تمنع دخول أي مادة غذائية إلى مخيم اليرموك، فاليوم بالفعل خرج أهالي مخيم اليرموك باتجاه حاجز الموت والجوع بانتظار القوافل الإنسانية التي وعد بها عضو منظمة التحرير الفلسطينية على القنوات العالمية والعربية، والذي أكد بأن المساعدات ستدخل خلال الساعات القادمة، لكن حقيقة إلى الآن لم تدخل أي مساعدات إلى مخيم اليرموك. مازن؟ نعم أسمع. طيب ماذا بالنسبة لباقي المناطق؟ هناك غازات سامة في دارية، وهناك قصف على عربين وبراميل متفجرة. نعم، في هذه اللحظة تشهد أحياء جوبر والقابون قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة في الريف الدمشقي. اليوم تصعيد عسكري خطير تقوم به كتائب الأسد في الغوطة الشرقية، وطيران الميج منذ قليل ينفذ عدة غارات جوية على عدة مناطق في الغوطة، بالإضافة لاشتباكات هي الأعنف على عدة جبهات من الغوطة أيضا، في محاولة من كتائب الأسد اقتحام الغوطة الشرقية. يرافق الغارات طبعا اشتباكات بالإضافة لاشتباكات سقوط صواريخ أرض أرض على المناطق الشرقية للغوطة الشرقية، فيما تجدد القصف فجر اليوم على مدينة دوما، وذلك بقذائف الهواء والدبابات. ومنذ قليل أيضا الطيران المروحي يقصف بالبراميل المتفجرة مدينة الزبداني، وبراميل الموت هذه استهدفت منازل المدنيين وما أدى لسقوط العديد من الجرحى، وإلى الآن لم يرد أن كان هناك شهداء أم لا. وأيضا فجر اليوم كانت تقصف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بلدة رنكوس ومزارعها وبلدات حوش عرب وعسال الورد في جبال القلمون، بالإضافة لقصف متقطع استهدف مدينة رود وعبرة. نعم. أشكرك مازن الشامي، حدثنا من مدينة دمشق عاصمة بلادنا.